المجتمع المدني كانت له بصمته في المسيرات الوطنية التي شهدتها الجزائر دعما لفلسطين، فلبى النداء وخرج بجميع فئاته وتشكيلاته ليكون ضمن عموم الجزائريين الذين صدحوا بأعلى صوت رافضين وحشية المجازر المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني. حضرنا اليوم لنعبر عن رفضنا لما يحدث من جرائم وإبادة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني من خلال موقف جزائري يشارك فيه كل الجزائريين دون استثناء. وحضرنا أيضا للمرافعة بصوت كبير وعالي جدا لإيقاف هذا العدوان وحماية الروح الفلسطينية. أرواح الفلسطينيين الآن أصبحت تباد أمام مرأة كل العالم. الشباب بدوره عجت به شوارع العاصمة والوطن عبر هذه الحشود، أينما تولي وجهك إلا وترى شبابا واعي بما يحصل في أرض المقدس، معبرا عن رفضه لحرب الإبادة الجماعية والتهجير المرتكب في حق العزل بغزة. الشباب يلتحقون ويلتحمون مع هذه الإرادة الرسمية والإرادة الشعبية ليعبروا بصوت واحد: كلنا فلسطين. إذن اليوم الطلبة والمتربصين التكوين المهني ومختلف شرائح شبابية بالإضافة إلى مختلف شرائح المجتمع التحقوا في كل ولايات التراب الوطني. الجمعية هي الأخرى كانت حاضرة في المسيرات، فعبرت عن رفضها لسياسة المحتل الغاشم، معززة الموقف الثابت للجزائر دولة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية. نشارك في هذه المسيرة التي اجتمع فيها الشعب الجزائري بأطيافه بأحزابه بمجتمعه المدني لكي يقول كلمة فاصلة تدعيما لمواقف الدولة الجزائرية الثابتة على مدار العصر بأن فلسطين اليوم قضيتنا نحن. المسيرات التي شهدتها الجزائر اليوم ما هي إلا محطة من محطات الدعم اللامشروط الذي تقدمه الجزائر لفلسطين، مسيرات تعبر مرة أخرى على أن الجزائريين يتوارثون حمل القضية الفلسطينية جيلا بعد جيل.